هاي سيدي، قلنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. الفيديو تاع اليوم عملته اجابه على بعض الاسئله من الزملاء، سورتو الزملاء الجدد اللي باش بيخدموا في القطاع نتاعنا، القطاع نتاع النقل. شنو المشمولات نتاع السائق في التصليح؟ معناها شنو الحاجات اللي تلهى بهم السائق يكونوا معناها من مشمولاته هو في الصيانه، وشنو الحاجات اللي هما يكونوا من مشمولات الشركه؟ معناها شنو الحاجات اللي تتكفل بهم الشركه ككوميونتي حمضان، وشنو الحاجات اللي الشوفير وحده لازم يعمل هو الديباناج. الموضوع هذا عاده انت متعلق انت والشركه وانت والبلاد اللي تخدم فيها، فهمت؟ انت والدوله وانت والشركه. زاد فما شركات تلقى الاسطول نتاعها كماين الكل جدد، والكماين الكل نتاعها تابعين الجارانتي، ساعات ابسط حاجه اقل حاجه يمشي للجارانتي ويتصلح عند الدار نتاع الكاميون. وفما شركات اللي كماين نتاعها تلقى خارجه من الجارانتي، تقام كاميون نتاعهم اكثر عمره تلقى اكثر من عامين ولا 3 سنين، مربوطه زاده بالليزينغ، مربوطه برشا حاجات، مربوطه زاده بالاسيرونس. لكن عاده باش نحكيو معناها جينيرالمون من مشمولات السائق بصفة عامة، شنو الحاجات اللي نتكفل بهم هو كالكوميونتي حبان؟ عندنا مثلا العجالي، إذا كان أنت عجلة تفلقت لك عجلة ولا عجلة تنقبت ولا وأنت في الكياس، هذيك من مشمولات السائق ما عدا في الطريق السريعة. شو معناها؟ معناها إذا كان أنت في الأوتوروت والعجلة تفلقت لك في الأوتوروت، ممنوع عليك باش تبدل العجلة وحدك. في الأوتوروت الحاجة الوحيدة اللي تعملها واللي هي معروفة في غالب دول أوروبا اللي كونك تحط الكاميون نتاعك على البون دورجونس وتكلم السيرفيس اس او اس ولا تكلم الشركة، هي لازم تجيب لك الاس او اس. أنت لازمك تلبس الكاميزيل نتاعك اللي هي الجيلي جون نتاعك وتخرج من البارير وتستنى هما اللي يقوموا بالتصليح. معناها بالنسبة للعجلة، إذا كانت فلقت لك عجلة ولا صار أي حكاية في عجلة ولا أي بان على الأوتوروت، ديما في الأوتوروت الشوفير ما يصلحش وحده، ما يعمل حتى شيء. ليه؟ على خاطر هو معرض للخطر، كرهها بتجري، فما البون دورجونس، تخفى البون دورجونس وتتصل، معناها هما يجي يصلحوا لك. لكن كي تلقاك أنت في شركة ولا تلقاك أنت خارج مناطق العمران ولا أنت في بلاصة من البلايص وتفلقت لك العجلة ولا تنقبت العجلة ولا صارت حكاية في عجلة، هذيك حاجة من المشمولات نتاع السائق. هذاك علاش ديما الكاميون ولا الكرهبة بصفة عامة يكون عنده معناها رود سكور ويكون عنده الكريك اللي باش يهز بيه يبدل بيه العجلة. هذه حاجة اللي مجهمة على برشا سورتو مش وفرة جدد تجهم عليه. هي صحيح تبديل العجلة ماهيش سهلة، صعيبة شوية. شنو صعيبة؟ معناها تشد برشا وقت، لكن زادة ماهيش حاجة كي نقولوا احنا كومبليكي على الآخر. جوست تعرف وين تحط الكريك نتاعك، تعرف كيفاش تستعمل الكريك، وتعرف معناها كيفاش تحل الكرو وتبدل العجلة نتاعك، تكون ثقيلة باش تبدل العجلة باش تخرجها وتعاود ترجعها. هذيك معناها ماذا بيك تكون عندك ديما مثلا بار حديدة طويلة، هذيك تعاون بها تكالي بها باش تقيم العجلة، وديما لازم تفقد الكرو نتاعك تكبسها معناها بالفيس تكبسهم الكل بالسمح. هذه حاجه من المشمولات اللي تكون معناها تكون انت واخذها بعين الاعتبار العجالي. فما حاجات اخرين، فما لي فالف نتاع الهواء ساعات تملص، فما تلقى وحده اللي راكود رابيد نتاع الاير كومبريسي اللي تلقى فما جعب وتلقى فما ريكورد رابيد يربط ما بيناتهم، هذوكم ساعات يتملصوا، تقعد تمشي في الكياس تسمع كان الهواء طاح لك ولا صارت لك حاجه. هذوكم لازم يكون عندك ديما فيهم النوامر، تلقى نمره 9، نمره 10، نمره 11، نمره 12. هذوكم ماذا بيك ديما تلقاك شاريهم وحاطتهم في الكاميون، مش كان تملصت لك كعبه ولا فزت كعبه، تقف على البلاصه تبدلها، خاطر حاجه كيف هكا ما تستحقش باش تكلم لها سيرفيس ولا تجيب لها سيرفيس. لازم يكونوا ديما موجودين عندك. عندك لي ريكورد رابيد، عندك الكريك والتبديل العجلي، هذوكم زاد من مشمولات السائق. وعندك مثلا اللي فيزيبل، معناها اذا كان انت تمشي في الكياس وصارت لك مثلا مشكله في الضوء، ترى في الضوء اشتر يشعل اشتر ما يشعلش ولا حكايه، ساعات الفيزيبل يتحرق، ماذا بيك يكون عندك الفيزيبلويت معاك. والفيزيبلويت كيف زاد فيهم النوامر، فيهم الكانس، فيهم الديس، فيهم الفانسانك، فيهم الترونت، هذوك ماذا بيك تكون عندك شاريهم، ما تكلفوش برشا، يا ما الشركه تعطيهم لك يا ما تشريهم انت وتخليهم لك انت تعمل. كي نقولوا احنا ساك صغيره فيها اللي فيزيبل، فيها اللي ريكورد رابيد، فيها مثلا تورني فيس، فيها شويه فيسيت لامبيب، اذا كان تتحرق لك مثلا فيهم تاع ستوب ولا كلينوتون ولا حكايه، لازم يكون عندك لامبيب. هذوكم لازم يكون عندك تورني فيس باش تحل وتحل وتبدل لامبيب وتركب. هذوما عاده اللي يكونوا معناها من مشمولات السائق. الحاجات هما بسيطه، ومن المستحسن زاد كي تطلع في الكاميون ما تكونش طالع معناها ما عندك حتى شيء. ليه؟ ديما لازم يكون عندك صندوق صغير فيه مثلا شويه مفاتح، شويه بولونات، شويه حكايات كيف هكاك، اللي راكورد اللي فيزيبل. هذوما حاجه معناها اوبليجي يكونوا موجودين. والباقي اذا كان
اي اومباين وحده اخرى لكم يقول لي معناها هي الشركه اللي هي الشركه اللي تتكفل بيك ان صارت مشكله في الموتور ولا مشكله في البواد فيتيس ولا مشكله في في هيدروليك مشكله في حكايه كبيره تولي معناها ولا كوسان دير تفلقت ولا حاجه كيف هيك هذوكم معناها الديباناج واللي هو اللي تلهي انت ما تديباني حتى شيء ليه وكينا قلت لكم راهو تفرق انت والشركه راهو مش فما شركات ما تقول لك ما تحط تهز شيدك من راسك ما تعمل حتى شيء كل شيء يعملوا السيرفيس كينا قلت لك اغلبيه الكمين اللي تلقاها مع الجارانتي وفما شركات اللي معناها من ماذا بها ديما الشوفير يصلح لك لو ماكسيموم تلهي باكثر حاجات باش هي تكون ما تتكلف ليش خاطر كينا تعرفوا راهو كينا حتى شفته في اللايف هذاك اللي جاي الرموركاج وهزين الكاميون ولا الديباناج بصفه عامه في اوروبا يتكلف برشا فلوس ومن ماذا بها ديما الشركه تحاول تتفاداهم لكن فما حاجات تبقى للقانون لازمناش معناها ما لازمناش نخالفوهم كينا مثلا اذا كان صارت لك اي اشكال في الطريق السريعه اللي هو في الاوتوروت لازمك توقف الكاميون نتاعك تكلم الديباناج وتعلم الشركه وتخرج تنقص من البارير تلبس الكاميزيل كام نتاعك اللي هي الجيليجون نتاعك وتخرج ورا البارير تستنى حتى يجي الاسيستونس فما زاد الريجلاج نتاع الفرام تاع فما مثلا الروموركيت القدم انا قبل نفكر خدمت عليهم الروموركيت القدم مثلا تقامهمش بالديسكويت لازم تكون عندك المفتاح باش تعمل الريجلاج نتاع الفرام خاطر هذوما هما يترخفوا وانت تكبسهم كيف هذيك معناها بصفه عامه لازم يكون عندك معناها مفتاح تهز معك مفتاح 10 12 13 14 15 تهز معك شويه مفتاح تهز معك تورني فيس فرانسيس تورني فيس امريكا لامبيب كنا قلت لكم وعندك زاده التويو نتاع الهواء الكاوتشو نتاع الهواء ماذا بيك بوم ماذا بيك حتى تبقى ما عندكش مش لازم تشريها على حسابك الخاص لكن معناها تكلم مولا الشركه ولا اللي لاهي بالكمان يوفر لك معناها تويو نتاع هواء مش في حاله ما اذا تستحقوا الكاميون نتاع الهواء صارت حاجه تحب تبلوكي بواد فيتيس تصير اي حكايه معناها تويو نتاع الهواء هذاك تستحقوا في برشا حاجات يكون موجود عندك وفما حاجه اخرى زاده الكابل نتاع الضوء اللي مثلا اذا كان وقفت الكاميون تلقاه طايح لك ضوء باش البطري طايحه شارج وباش تخدم الكاميون ما يخدملكش ماذا بك يكون عندك معناها الكابل نتاع الضوء الكابل نتاع الضوء هذاك باش تنجم معناها تاخذ الضوء من عند كاميون واحد اخر وتخدم الكاميون نتاعك زاد عندنا الكونترول الروتيني اللي نعملوه هذيك المراقبه الروتينيه اللي هو معناها تتفقد الصباح ديما تتفقد العجالي نتاعك تتفقد عمق الاخاديد نتاع العجالي تتفقد قداش عندك بريسيون في قداش من بار في العجالي كيف زاد تتفقد الزيت نتاعك مستوى الزيت نتاع المحرك مستوى الماء نتاع الرادياتور ذوما من المشمولات نتاعك تتفقد زاد الضوء نتاعك تتفقد الديسكويت نتاع الفران ذوكم مراقبات روتينيه وذوكم زاد من مشمولات السائق اللي ديما معناها لازم هو يتلهى بالديسكويت نتاع الفران يتلهى بالعجيل نتاعو يتلهى بعمق الاخاديد نتاع العجيل اذا كان العجيل يتهراو هو اللي يتكلم للشركه ويقول لهم راهو العجيل نتاعي سيء لازمهم يتبدلوا صحيح هما عندهم فما شركات عندها كي نقولوا احنا بروغراماسيون كامله وعندهم دي بروغرام يقول لي العجله الترولي مثلا كي نقولوا احنا 200000 كيلومتر تتبدل لكن هذا ما يمنعش هذه من مشمولات السائق حتى كي توقفك الكنترول في الكياس يقول لك راهي من مشمولات السائق هو اللي يكون معناها اذا كان عندك الديسكويت نتاعك سيء بلعوا اذا كان عندك العجيل نتاعك سيء طابوا انت اللي لازمك معناها تكون مسؤول وانت اللي تكلم الشركه عليهم والمراقبه كيف نتاع الزيت نتاع الفران الزيت نتاع الموتور الماء نتاع الرادياتور السوي كلاس هذوما الكل معناها يدخلوا في المراقبه الروتينيه ولا هذوما جينيرالمون الحاجات اللي لازم السائق ياخذهم بعين الاعتبار ولازم يكونوا موجودين في الكاميون واللي هما يتلهى بهم نعاودهم كم رؤوس اقلام عندك الراكورد رابيد اللي هما معناها نتاع الهواء تلقى كي ملتي فيش هذاك فما زاد الفيزيبلويت لازم يكون عندك الفيزيبلويت كيف بالنوامر الكابل نتاع الديماراج باش تخدم بيه نتاع الضوء تاع الاليمونتاسيون هذاك اللي اذا كان باتري تحت لك شارج التويو نتاع الهواء الكريك وشويه مفتح وتهز معك بيان سور لامبيف هذوما هما جينيرالمون شنو هو اللي يكونوا معناها في عند الشوفير وان شاء الله ربي باقي علينا الستر وان شاء الله تكون وصلت المعلومه للزملاء الجدد اللي سالوني والسلام عليكم ونتقابلوا في فيديو واحد اخر ان شاء الله نهاركم زين سلام.